إذا بدي أطلع على الديريفيتيف النومريكي راح آخذ مثلاً هاي بتساوي 1 times 10 to the minus 6 seconds من هون، وبدنا نلاقي مثلاً find x dash of t at t تساوي أظن قلنا 2 seconds. فعندي 2 seconds بدنا نطلع قيمة المشتقلة، يعني إحنا بنعرف طبعاً نطلعها analytically مش هيك، بدنا نطلع على النومريكي فبنيجي بنقول هلا x of t plus delta t بتساوي 5 في t plus delta t تربيع وتساوي 5 t square زائد 2 delta t زائد delta t تربيع وتساوي عندي هون رح نطلع إذا عوضنا القيم اللي موجودة هون 2 delta t في t 2 دلتا تي في تي اوكي رح نيجي نعوض هلا اذا عوضنا هدول القيم اللي موجوده هون رح يكون عندي هلا 5 4 رح ناخذ هذه 4 وبعدين هاي رح تصير 2 في 2 4 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 وزائد بعدين رح تكون عندي هون 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 12 مضبوط هاي اكس اوف تي دلتا تي واذا ضربتهم هدول 5 في 4 بتصير عندي 20 زائد 20 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 زائد 5 times 10 to the minus 12 بعدين بدي الاقي x of t و x of t بتساوي بدي اعوض 2 2 في 2 4 في 5 20 فبصير x of t زائد delta t minus x of t يساوي هاي القيمة ناقص 20 مضبوط وإذا طرحت 20 ناقص 20 ضربوا بعض بضل عندي 20 times 10 to the minus 6 زائد 5 times 10 to the minus 12 delta t تساوي 1 times 10 to the minus 6 فبصير عندي ال x of t زائد دلتا t minus x of t على دلتا t يساوي 20 times 10 to the minus 6 زائد 5 times 10 to the minus 12 على 10 to the minus 6 وهذا طبعا هذا الرقم مهمل بالنسبة لهذا الرقم من هون فبصير عندي تطلع واللي هي نفس الرقم لو طلعته analytically من هون بكون عندي x dot of t بتساوي 10 في t فإذا أخذنا على هاي تطلع عندي at t بتساوي 2 تطلع gx of t على dt بتساوي 20 اوكي ماشي؟ أنا بس حبيت أراجع هاي لأنه في حد سألني هلا احنا الليمت